العبادة ما في افتعال أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهار. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز أمر بالسير إلى مكان، هذا السير كان في الطاعة. عندما جاوز المكان خلاص انتهى السير، كان هو غير مثل صح. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أين جاء التعب النصب بعد أن جاوز المكان؟ ايش الآن يعني رمضان صلاة بلغ يوم النهار صار، الليل قام، عمل كثير، قراءة قرآن وصلاة تراويح وصيام وكذا ونوم قليل، تعمل في رمضان على تعمل في غير الناس، تتمنى أن تكون عام العام كله رمضان، صح؟ لماذا؟ أن تسخر البدن فيما خلق لك، خلقت حتى تكون عابد. نعم. فأي أحد قال الصلاة طويلة وكذا، قل لا. هذا كلام إبليس. وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد. مسلم يحب الصلاة. صحيح؟ نعم. طيب. الاعتكاف، ما حكم الاعتكاف؟ من يعرف حكم الاعتكاف؟ مستحب سنة، سنة مستحب شيء واحد، سنة مستحب مسنون واجب، واجب فرض، سنة مؤكدة. فتح الله عليك، سنة مؤكدة واضح النبي صلى الله عليه وسلم عليها. اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ما الفائدة من الاعتكاف؟ خلو العبد مع ربه، إدراك ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة. بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني في بدني، في مالي، في ديني، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. الله تعالى حاتك ما تجد مثل هذا الدعاء جامع مالي خير الدنيا والآخرة، صح؟ هنا دعاء مختصر سهل تدعو لي. تتحرى الليالي المثلين خاص، تعتكف قدر المستطاع العشر قادر، ما استطعت اعتكف الذي تستطيع ليلتين ثلاث ليالي خمس ليالي. نعم. طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، والأول أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضر إخوانه في صلاة الجمعة. يبطل الاعتكاف بمال، يكون الاعتكاف باطل بمال، الخروج، خروج يكون تحت الخروج في المسجد. الجماع يبطل الاعتكاف بالجماع، يبطل الاعتكاف بالخروج الكثير. الأخضر يبقى عند الباب يتقاطع وكذا يرجع عن الضرب، قال المعتكف. لكن يخرج لحاجة صح، يخرج يعني مثلا أراد أن يغير، ليس لديه لباس وأراد أن يغير لباسه، لا وجد أحد يأتي باللباس. بعدين أخبرنا إحنا الآن الكفار من ينظر احتياطكم من الدين حتى السنة. نعم في سائل حاضر مسلم في دولة أوروبية، ركب معاه رجل، وعندما ركب أعطاه الأجرة لكن زائد، مفهوم؟ يعني مثلا الأصل أن يدفع 10 كرومة، 10 أعطاه 20، يعني ما اختلف، ما هو سيئ. السائد هذا أخذ يفكر، أرجع له هذه الزيادة، زيادة يسيرة، ما هي شيء كبير. ثم أخذ يفكر، يعني
أنا لو أسلم أسلم شيء كثير مع عشرة الوقت. فالمهم يتفكر أرجع أسلم لا أسلم كذا. عندما أراد هذا أن ينزل من الحامل قال دعم خذ المتبقي له. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سبحان الله أي حدث لماذا يعني أسلم يعني ما السبب؟ قال أنا أردت أن أتحقق من أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها. هذا يقول في قلبي الله معنا لو تعرف ما في قلبي أردت أن أسلم وما في قليل هذا يمكن أبدل. لا تستهل أخوانا والله في بعض المسائل يسيرة هي لكنها شيء يعني هم تطلع بين قال والله جاء واحد إلى مسجد حدد الإمام في مصيده قال والله جاءت مرأة جاء هذه المرأة جاء بها رجل مسلم يقول أنه مسلم لكن مين سين لا مين تعني مين سين لا مين بالاسم جاء عند الباب وأدخل المرأة مسجد وبقى الخارج. فقال الإمام بعد أن أسلم هذا قال من جاء بك؟ قال لا واحد يقول أنه مسلم. قال لماذا بدأ؟ قال ما يدخل المسجد هذا من يصلي ولا أراد أن يدخل حتى معه عشان تسلم. قال أدرك الخارج موجود صحيح؟ هل الله إشكال انتبه لا يقتل الإسلام من قبل. كل واحد منا لدينا معسكر صلى الله عليه وسلم عليكم لكن انتبه لا في الإسلام من قبلك لا يقتل الإسلام من قبلك يعني أنت تكون سبب في أن يقتل بعض الناس لا لأن اليوم يعصي بعض الله هذا كله أكبر استثناء يزني تقول له هذا الكافر لماذا تزني أنت مسلم يقول الزنا حلال بالله هذا كفر أكبر من كما هو معلوم لو قال الزنا حرام وأنه عاصف هذا إيش؟ كبيرة لكن يمكن ما هو معلوم أن يتم يشرب الخمر تقول له يعني تقول له كيف تشرب الخمر وتمسك؟ قال لا الخمر حلال لو يشرب الخمر وهو حرام مرتكب كبيرة لكن يمكن بأنه الخمر أنكر ما هو معلوم أن يتم الضرب صحيح؟ نعم كل شيء أرسخوه بالإسلام ربا إسلام تمثيليات إسلامية رقص إسلامي مصنبة إسلامية كل شيء إسلامي حتى بوتك إسلامي بعض التجار قال إذا أراد من هذه السلعة تمشي نكتب إسلامي من حلال نعم علم معنا اعتقاد يشتغل منقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أيضا المعقول في رمضان زكاة ما حكم زكاة الفطر سهاشة واجب على من؟ على المسلم القادر الذي يمتلك قوت يوم. طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ الحر أو العبد؟ نعم. طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر كم؟ 5% 5% من صدر لا 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 زكاة الفطر نعم صاع من طعام والصاع يساوي 4 أمداد طيب تخرج طعام هذا الأصل أن تخرج طعام تمر
زبيب قمح، يصح أن تأخذ من قوت البلد رز مكرونة، يصح شيخ بن عدمي رحمه الله تعالى يقول يصح استوكنتي يعني نعم يقول يصح من قوت البلد، لكن هل تخرج مال؟ لا. لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دين وعلمه، قال هذا أن أخذ بفتوى بكل المسائل وأفتاني أن أخرج مال، نقول خلاص أخرج مال، لكن الأول أن تخرج ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. ولو أخرج على اتباع لهذا العالم إن شاء الله أنها مقبولة، ما أحد يستطيع أقول هذا، لأنه رجع إلى عالم أم يرجع إلى بواب المسجد أو إلى عمر ما يسمع. متى تخرج زكاة الفطر؟ متى؟ إخوان وقت إخراج زكاة الفطر عشر أخيام عشر أخيام عشر أخيام ما أحد يخرج زكاة الفطر لها ثلاث أوقات، اللي يعرف ثلاث أوقات الجميع لها ثلاث أوقات، وقت جواز، وقت استحباب، وقت تحريم. زكاة الفطر لها ثلاث أوقات، وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين، يعني 29 و30 من رمضان، هذا وقت جواز. من صلاة الفجر فجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب. وقت تحريم بعد صلاة العيد في الآن في اليوم العاشر من رمضان في اليوم 25 من رمضان هذا وقت تحريم كله. لو أخرجها في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات وعند واحدة أخرى إن شاء الله. طيب إلى من تدفع؟ الفقراء، فقراء مساكين. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ تقدم معنا، ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما الحكمة؟ كف الفقير عن السؤال. نعم، تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال عن السؤال غيره، تساوي بين الفقير والغني. نعم هذا قال غير هذا ادخال السرور، هو هذا غير العيد داخل عليهم تعويض ما نعم الله يفتح عليك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو للصائم تطهير للصائم مما اتى من اللغو والرفث، صيامك لا بد يكون في شيء، فهذا ان الحسنات يذهبن سيئات. طيب صافي العيد، ما الذي يشرع يوم العيد؟ انظر إلى عيد أهل الإسلام وعيد أهل الكفر، مقارنة بسيطة. أهل السنة صلى الله عليه وسلم يستقبلون العيد بماذا؟ بالطاعات وبالمعاصي، بالطاعات، بالسهر أو باستقبال اليوم بأول النهار، أي إنسان مسلم أو كافر يسهر على حياته فاشل صح؟ معروفة، وإنسان يحاول عن أوقاته أن مبكر واستيقظ هذا إنسان ناجح. أي نعم، استقبل أول السنة عندهم العيد بالسهر وضيع الأوقات وضيع 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 وبضيع. نعم، أما السنة استقبل العيد بالصلاة بالصدقة بالتهنئة بالعيد، صحيح نعم، صلة أرحام غير. طيب ما السنة في الخروج إلى صلاة العيد؟ تخرج من طريق وتعود من آخر، قبل أن تصلي العيد يستحب أن على تمرات وطعام لا وتر، نعم، حتى تحقق الفطر في هذا اليوم، لأن صيام يوم العيد محرم، وتفرق بين الفريضة والنافلة. طيب تشرع التهنئة بالعيد، تقبل من نومه، نعم، بعد هذا ذكرنا صلاة التراويح وذكرنا ما يتعلق بالاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيد، يبقى معنا التكبير، تكبير مطلق ومقيد، لأن مقيد أتباع الصلاة من ليلة العيد المغرب تبدأ بالتكبير أتباع الصلاة،
هذا تكبير مقيد بأدوار الصلاة، وتكبير مطلق في كل الليلة إلى انتهاء يعني إلى قبل يوم العيد. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. الساعة كم الآن؟ الحمد لله. الساعة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي شيء أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا مستحبات الصيام، منها قراءة القرآن، إفطار الصائم، اعتكاف، كثرة التسبيح والدعاء عند الفطر، صلاة التراويح، وزكاة الصدقة، زكاة الفطر هذه من الواجبات. قيام الليل والاعتمار.